نقدر نخليها. لابد يعني بعرفهم على يوم صح يعني، لكن هو يوم ما حقهم بي اصله دمه مبروح. طال الزمن او قصر اصله دمهم مبروح. العسكريين فعلا كان عندهم ورقه كويسه جدا في ملتقى البناء الوطني والانتقال الديمقراطي اللي عملته الجامعه، لكن زي ما قلت لك المخرجات بتاعه المؤتمر الملتقى كلها نحن سلمناها وطبعناها واجتهدنا فيها وكل حاجه، لكن ما في زول اشتغل بها يعني نهائي. وزعناها يعني لصناع القرار كلهم، كل واحد رسلنا له في حتته مطبوعه وكل حاجه. ما في ثوره وانتفاضه، انت قلت انت براك قلت هي في البروسيس بتاع الثوره، معناها لسه ما بقت ثوره يعني. يعني احنا ما بتبقى ثوره يا صلاح لو ما شفنا التغييرات بعيننا دي، التغييرات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه، التحديات اللي انا ذكرتها في البدايه. بعد ال 30 سنه بتاعتكم حتى تقول ثوره 30 سنه بتاعت التدريب يعني، ما انا قلت لك ليه انا المفروض اتكلم في المواضيع دي يعني. انتم والله انا متشائمه جدا ما اكذب عليكم. وبعدين لما كنت بعيد للمحاضره دي كل مره اقول لي بنتي اقول لها والله ما عندنا تاريخ، تاريخنا ده والله يعني ولا والله يعني جد نحن محتاجين يعني، لانه والله حاجه محزنه. ليه السودان يعني تتكتب عليه المصير ده والمصايب يعني؟ ممكن نكون كنا في احسن حال يعني، وبقينا هسه يا هم متحاوطين بدول كثيره شايف المنافع في السودان والغير وغيره. والله يعني كنا بنتمنى انه لو كان كده ما انا بدي مدير الجلسه انا مع الصوت والله هو مش عم بجلسه صراحه بحد ده ما عشان شوكه وقلنا غني مشكله يعني. فانا اعتذر للخليفه اعتذر لمحجوب اللي هم الاثنين عشان بس الوقت، والوقت طبعا انتهى.